السلام عليكم. مرحبا. ويلكم. كازا دي جالا. This is the life that we chose. I got it right when I chose you, te amo. Oh, mi amor. This is the life that we chose. I got it right when I chose you, te amo. أنا فرحت من اللي جبرتك. قالوا لك أنا غدرتك. الصبر اللي عندك في قلبك حبيبة أنا. السلام عليكم. أنا خالق في هولندا. هاكسبرغ واحده البلاصه صغيره في هولندا. و اللي كان عندي عام رحلنا لامستردام وانا كبرت في امستردام من الصغر. بديت في 2018. الغناء كان ديما باشن ديالي فهمتي. كنت كان ديما يا عمري ما بغيت نخرج الغناء فهمتي. انا كنت بوكسور قبل. كنت دابز وهذه كانت الأحلام ديالي زعما كنرجع الطوب ديال البوكس. هي رست يدي واحد ثلاثة المرات ومن ثم مشى لي ديك الكارير وقلت شني كاين آخر اللي كيعجبني زعما كدب الصح ورجعت على الغناء. حيتاش أنا ديما في حياتي كنت كنكتب الغنيات وكنت كنكتب ستوريات ديالي اللي وقع لي في الحياة. ألبوم ديالي إن شاء الله يخرج نهار جمعة. خدمت عام ونص في هذا ألبوم. هي نورمالي هذا الوقت ما كنتش نخرجه. هي انا بغيت نوقف بالموسيقى. بغيت ندخل راسي في الدين ديالنا ان شاء الله. وسربيت شويه زعما هذا الالبوم الحاجات اللي وقعوا لي في الحياه وعلى الحب اللي مشى لي في الغربه. على بزاف ديال الحاجات بزاف على ليغوست قبل في حياتي على الوالدة على اخواتي على بنتي. عندي بزاف ستوريات في هذا في هذا في هذا الالبوم. عندي 18 في توتال. هي كاينين واقيلا اربعه جوج عربيه زعما كاملين وجوج نص بالهولنديه نص بالفرنسويه وشويه بالعربيه. جوج اللي كنتبعهم بصح اللي عجبوني بصح الحور أديل أسيل والحور عجبوني بصح. أنا خدمت هنايا في المغرب زعما بغيت نفضي الألبوم ديالي هنايا في المغرب مع بروديوسرز هنايا باش ندخل شي فايب مغربي في الألبوم. حيتاش أنا بروديوسرز ديالي من هولندا ماشي مغاربة فهمتي. ماشي العرب ديالنا وما هيك عندهم ستايل فهمتي. أنا كنعلمهم ستايل عربي. إيه فتشت أنا في المغرب باش نخدم وجلست مع بزاف بروديوسرز. السيستم ديال المغرب ثقيل زعما السيستم ديال بروديوسرز ديال المغرب ماشي السيستم ديال المغرب. السيستم ديال بروديوسرز ديال المغرب ثقيل. حنايا في هولندا زعما الا دخلت عند بروديوسر 15 دقيقه كيفضي بيت فهمتي. والا ما عجبتني شي كنقول له عدل لي واحده اخرى عاود كيزيد علي 10 دقائق 15 دقائق هو في الضبيت. انا جلست هنايا في الاستوديو كان فوت ثلاثه السوايع عندهم انترو وباش يخدموا بالصوت ديالي وباش نكتب جات لي صعيبه. حيتاش ماشي السيستم ديالنا بحال في هولندا فهمتي. هنايا ارتيست هاد المغرب كيخرجوا واحد المره في 3 شهور وواحد المره في 6 شهور كيخرجوا الغنيه والغنيه كتمشي لهم فهمتي كتطلع لهم بزاف. وحنايا حنايا في هولندا كنخرجوا كل جوج سيمانات الغنيه فهمتي. ما عندناش زعما الوقت باش نستناو 3 شهور باش نفضي واحد الغنيه فهمتي. حيتاش التيمبو ديال الى حنايا في هولندا الى كنا نستناو 3 شهور باش نخرجوا الاغنيه ارتيست اخر يطلع فوق منك فهمتي. حيتاش كل واحد كيخرج كل جوج سيمانات كل ثلاثه سيمانات. مغربي دابا بلال وهيب هضروا هذا الوقت بزاف عليه في التلفازه وفي الجريده حيتاش غلط في واحد الغلطه. هو ما بغاش يغلط في واحد الغلطه عدلها زعمك بالضحك وداوها منه سيريس. وهو كان اكبر في هولندا ودابا زعمك داو له كل شيء. ريكورد ليبل مع من كان مزمم قالوا له وقف. كل واحد خلاه مسيب فهمتي. هو كان اكبر في هولندا كان توب ديال التوب تالنت المغربي ديالنا بلال وهيب. السبب ديالها
الدين ديالنا. هذا رمضان بديت كنتفكر بزاف على التي كنقولها ما كنقولها شي معوطه. بديت كنتعلم على الاسلام ديالنا, وبديت كنخرج مع الامامس الخوات كيعدلوا لي بحال خوهم, فهمتي, وعلموني بزاف ديال الحاجات على الاسلام ديالنا وعلى الدين ديالنا. والموسيقى والدين ديالنا ما كيمشيش مع بعضهم, فهمتي, ما كيمشيوش مع بعضهم, وخصك تختار. انا دابا بديت كنكبر وما نقدرش نبقى في الموسيقى حيت الدين كنعرف الله سبحانه وتعالى ما بغينا نتبعوا الدين الخاو. سو البوم, شوف هذا البوم الا كانت عليا هذا البوم ما نخرجوش. هي عدلت, كان عندي كونتراكتات مع الناس وفهمتي ما نقدرش نفضي كونتراكت هيدا ونقول لهم صافي شكرا على الخدمه ديالكم انا ما خرجش شي البوم. سو عليها قلت لهم البوم باقي ما كان يخرج, انا خرجته دابا هي باش نفك سوايع باش نكمل بالكونتراكت اللي عندي, ومران نقبطوا الطريق ديال الله ان شاء الله ونمشيو لواحد الجهه اخرى. حيت الطالنت كاين, الطالنت كاين بزاف د المرات طيحنا وقمنا, ما كاينش ماشي زعما كاين الموسيقى كاينه, كاينين بزاف د الحاجات باش نجبروا الطريق ديالنا فيهم.